مساء الخير والسعادة لكل إخواتنا الغاليين أصحاب أروع وأجمل قنوات ومحتويات جميلة في أجمل الوصفات والروتينات. يا مساء الفوازير، يا مساء الفوازير، ما زلنا مستمرين في دعم اخواتنا الغاليين اصحاب اجمل القنوات والتكات والوصفات الجميلة، مستمرين مع بعض ان شاء الله. وان شاء الله طبعا اللي مش موجود في الفيديو دوت هيبقى موجود في الفيديو القادم. لازم نسعد وان رمضان يجمعنا جميعا على خير بإذن الله. مش لازم تتم، بحب بابا. الله، هتعرفيه من نمرة الجاي. طبعا الفيديوهات دي بتاخد وقت كبير جدا في المونتاج علشان نقدر نوصلها لكم بجمال هذه الصورة، فتحياتي وتقديري لكل من بيقدر تعبنا ومجهودنا علشان نسعد الجميع. وحوي يا وحوي، وكمان وحوي، رمضان جاء. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما مر 7 أيام على مولد الغلام، اشتد في ساحة القصر الزحام، وتقدم صالح أخو جلنار وهو يحمل الغلام، حتى وصل إلى شاطئ البحر فترك البر وواصل سيره على صفحة الماء دون عناء. فضج الجمهور في الميدان وتعالت صيحات الاستحسان من كل مكان. وهنا حدث خطير، فقد رأته الجماهير وهو يغوص ومعه الأمير، فانقلب الصياح إلى صراخ وانتشر الفزع وعم الهلع، فتغيرت الحال وتزاحم الرجال وأسرع الأعوان. ونتمنى طبعاً ان ما حدش برضو يزعل ويفكر ان انا ما حطتوش او كده. شاهد الفيديو للاخر عشان تشوف قناتك، وان احنا بندعمك وان احنا بنتمنى الخير للجميع. دي وصفة مقربة، انزل والحق واحجز نايم، دي الدنيا عجايب، دي الصندوق عجايب الدنيا، دي الصندوق سيادتكم مرعب. فتغيرت الحال وتزاحم الرجال وأسرع الأعوان إلى الملك طهمان. أعلنوا وفاة الملك طهمان في جميع البلدان، فعمت الأحزان وأصبح بدر باسم فريسة للآلام. ومر عام وبعض عام، وفي يوم من ذات الأيام مولاي. وحوي وحوي، وحوي وحوي، رحت يا شعبان، وحوينا الدار جيت يا رمضان. وحوي وحوي، هل هلالك والبدر مبان، رمضان كريم. هو فين؟ اهو اهو يا سحراتي، دق النبح.
غنيلنا للفجر معاك. رمضان جانا.